بالرغم من إطلالاته الإعلامية القليلة إلا أنه جريد فن تابعت نشاطات الفنان اللبناني جورج الراسي خلال فترة عيد الحب، وكنا موجودين معه في أحدى الحفلات يلي أحياها بمدينة جوني شمال لبنان، وأجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها بأكثر من موضوع أبرزهم شح الحفلات بلبنان يلي أصر الراسي على ضرورة إحيائها ببلاد الأرز والتشجيع على ذلك. أما في خصوص حياته العاطفية بعد طلاقه من جوال حاتم والمشاكل يلي واجهته معه بالماضي، أكد الراسي أنه هو عم يعيش الحب، أو أخبرنا بعض التفاصيل، وأكد أنه عم يعيش استقرار بعائلته حتى على مستوى علاقته بشقيقته نادين الراسي يلي استفاد بالحكي الإيجابي عنه. وبالنسبة لموضوع حادثة منزل نانسي عجلم كان عنده رأي خاص وانتقد العنصريين يلي دخلوا على الخط. البداية برأيه بعيد الحب. فالنتان هو بيعني لي أنا كثير، لأنه الأغاني تقريباً كلها اللي بغنيها هي كلها رومانسية وحب، وحبيت أنه شارك الناس بقلب جوني بهالمحل الحلو ويكون فيها الكم الكبير من الناس ويسهروا ويعيدوا عيد الحب، لأنه ما في أحلى من الحب. ومبارح كمان قبل بيوم كان عندي كمان تجربة، مش تجربة بدي أقول، كمان لأول مرة بالزسوان بمحل كلاب كتير كان حلو، كان الجو بعقد وصراحة تفاجأت، يعني كان في كمان الناس كانت كلها مبسوطة وما تخيلت، يعني غير ستيل العالم بين امبارح وبين اليوم بيختلفوا، مشان هيك الحفلتين الحمد لله كانوا ناجحين. قبل ما غوص هيك بمسألة عيد الحب جورج، يعني هلا كانت مليانة الصالة وامبارح كانت كمان مليانة الصالة عندك، بالرغم من الأوضاع بتلاقي العالم عم تتفاعل مع الفنانين، وكمان أنت من القليل الفنانين اللي عندهم حفلات على فكرة بلبنان قبل كل شيء، صح. كيف تعليقك على الفنانين معظمهم عم يعملوا أول شيء برا حفلات؟ أنا ما بخبي عليك إنه أنا بطلع لبرا بعمل حفلات راس سنة، كنت برا والقبله نطلع مصاري أكثر من برا. اليوم ما بدنا نبرم بس على المصاري، نحن لبنان بحاجة لألنا، ولبنان هذا بلد لألنا وتعبين، نحن لازم نوقف حده، والناس كمان تعبانة لازم نوقف حدها. يعني أكثر شيء بتطلع بين راس المطرب والمتعهد اثنيناتهم بتلاقي آخر شيء إنه قايمة الدنيا كلها وقايمة، وبدك تضطر تعمل كارت مقبول للناس للعالم تتحمل، يعني والعالم تكون موجودة، وهذا اللي قدرنا نعمله. يعني ما تنسى اليوم أنت يا بتحضر برنامج يا بتاكل، اليوم عم تحضر برنامج وعم تاكل لقمة كتير طيبة، هذه شغلة كتير صعبة إنك تقدر تدمجها، وإن شاء الله الناس اليوم بتكون سعيدة بالبرنامج اللي أنا رح أقدم لهم إياه، إضافة لأغنية جديدة خليها في بالك اللي عملتها ونزلت مؤخرا الفيديو كليب، يمكن عم بحصد نجاحها بتصور هيك و مبروك. اذا بدك تنقل على الغنيه بنقول معك انا على الغنيه، بدي نقول على المسرح مش الغنيه مبروك، الغنيه غنيه حلوه سمعناها وواضح انه عم تحقق نجاح بمحل، ومثل دائما طبعا الاغاني اللي بتقدمهم. خبرني كمان، كان تحدي انك تنزل غنيه بهيدا الوقت؟ كمان هيدا تحدي، ايضا كمان تحدي اخر هيدا، لانه شفنا كل الناس ما عم تقدم اعمال وكله عم تلاقيه انه باله بالاوضاع التعبانه وبقول لك نحن يأسانين، طيب نحن كمان تعبنا كمان ونزلنا اول بدايه الثوره وكلنا عنا هيدي المطالب، بس بالاخر نحن شعب ما بيموت، يعني مر علينا كثير حروب بمامتنا ما بتصور، يعني هلا اكيد الحرب معيشيه واقتصاديه بعد اصعب بكثير من الحرب القصف، بس بدنا نوقف كلنا ايد واحده ونقدم فن ونقدم اعمال بركي لعله انه نقدر نحرك ساكن. بتتابع سياسة؟ يعني وقت نحكي عن الثورة وقت نحكي عن الأوضاع اللي عم بتصير بالبلد هيك، شو رأيك إذا بدك تعطيني رأي تجارب؟ لا بالسياسة ما خصني، خصني أنه أنا كمواطن بعرف أنه في وجع عند الناس. هلأ منين نبلش؟ من عند مين؟ مين حق؟ يعني مين معه حق؟ مين ضد؟ بعرف أنه كلهم خبصينا، يعني ما في حدا بسرقنا، ما في حدا مدحك علينا، ما في حدا كذب علينا، هذا رأيي بالسياسة، بس اني افهم سياسه لا بفهم رح ارجع شوي فشخه لورا. عيد الحب، هيدا عيد الحب احلى من عيد الحب القبل، عيد الحب انت كيف تلقفته السنه؟ في علاقه عاطفيه؟ كيف الحب؟ وين الحب عنده لجورج؟ الحب موجود، الحب موجود الحمد لله، انا دائما بحاله حب وبتجدد وبحب دايم. هلا في سنة عن سنة، مرات نزول مرات طلوع، مثل الحياة مثل كل شيء. لا السنة بتعقد، بتمنى انك شايف. كل الأمور العائلية كله واضح إنه في استقرار هيدي السنة عن السنين اللي قبل. إذا بدنا نحكي هيك بدك تحكي كمان من القلب كلمة عن عائلتك، عن كل شيء عم بيصير، إخواتك وابنك. كلمة إنه بعيد الحب هو عيد التسامح، هو عيد الحب بكل معنى الكلمة، مش الحب للحبيب، الحب للأم للأخت للخي، حبوا بعض والحياة ما فيها شيء ما بتستاهل، وأنا بحبكم كتير، ويمكن نحن ما نقصر بحق بعض لأنه كل واحد بميلي وكل واحد بمنطقة وكل واحد بشغله،
ولكن نحن حبنا لبعض كتير كبير. وبرجع بكرر وبقول لكل الاعلام اللي بتناول مواضيع عائليه بتخص بيت الراسه بقول لهم كله نصه اللي بتسمعوه كبوب زباله في شيء منه، بس انه مثل كل عائله بيكون في عندها مشاكل. نحن اليوم بحاله سلام، بحاله حب، وبحبكم كثير. عذرنا يعني لانه بما انه وجهت هلا انت وعلاقتك انت ونادين كيف شو بدك؟ بتجنن بتجنن ابدا ابدا. نادين حياه قلبي بلا يعني برافو اللي مرقت فيه كيف طلعت منه. واليوم نادين بتصوير جديد وبحل جديدة، وباذن الله نادين رح ترجع على الساحه. اصلا ما غابت عن الساحه، رح ترجع باحلى طله. ونادين بنعرفك، نحن بنخاف عليك، انت قويه. نانسي عجام صار في حادثة عندها بالبيت، وبعرف انه نانسي كمان تربطك صداقة فيها، وطبعا كمان هي فنانة. كيف شفت انت الموضوع؟ اذا صار معك نفس الحادثة لا سمح الله وحدا تجرأ، لانه انقلب الله لا يجربنا. يعني هذه حادثة ما حدا بينحسد عليها، يعني انه هي حادثة كل معرض. شو ما فيك تعرف شو الظروف اللي صارت لحتى حكمت انه انا ضد القتل اكيد يعني، ولكن واحد ببيتك وزرقك يعني بأعز شيء عندك وولادك، يعني ما بعرف واحد كيف ممكن يتصرف. انا يمكن لو محله كنت عملت اضرب. مشان هيك واحد بقول الله لا يجربني. الا لنانسي بقول لها الحمد لله على السلامه. نانسي انت كل عمرك قويه وحلوه وفنانه وشاطره، معلش الانسان بيقع بحياته بمشاكل وبمخاطر، يمكن هذا اللي انت جربتيه من اصعب القصص اللي مرقتي فيها، وهذا دليل على ذلك، على انك انت انسانه قويه، رجعتي قدمتي لنا عمل كثير حلو، وكيب جوينج، جود لك. طيب سؤال اخير، في مساله بالذات من وراء خبر نانسي، خلص يلا. في مساله قصه العنصريه اللبنانيه والسوريه بالدراما، هيدي عيب للاسف ينحكى فيها. لحد اخواننا السوريين موجودين بلبنان ونحن موجودين بسوريا، وانا بطلع سوريا، نحن شعب واحد بلد واحد. عيب هذا الحكي. اذا اهل البيت غلطوا ولا اهل غير بيت غلطوا، بالاخر اللي بغلط بيدفع الثمن. وشو ما كانت طايفته، شو ما كان دينه، وشو ما كان هذا، ما يتسيسوا الموضوع وما ياخذوا. انا بتصور انه عيب نحكي بهذا الموضوع، لازم الناس تكون واعيه وفاهمه. يعني اكيد بنتعاطف مع 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 عائلته، بنتعاطف مع ما عم دافع عن ناسي ابدا. انا عم بحكي بحالي، لو فنان سوري تعرض لنفس الموضوع مش خاص، يعني انا بوقف مع الشعب السوري بقول انا ضد هالجريمه اللي صارت، او لبناني قتل حدا او العكس. هذا جريمة مستنكرة، لا ما بينحكى فيها على جميع الأصعدة. المشاريع؟ المشاريع عندي هلأ بعد هذا الغنية والكليب اللي أصدرته مع المخرج حميد مرعي. الغنية من ألحان صلاح الكردي، كلمات شاعر يوسف عطية، وإنتاج عربيكا. العمل الكليب بلبنان تصور مع المخرج، هو عايش بألمانيا، والحمد لله عم تلاقي النجاح. هلأ عندي حفلات بأوروبا، وطالع على بويب الصيف، عندنا المهرجانات بالصيف، ما فينا نترك لبنان. بعد ما نخلص الصيف بلبنان راح يكون عندي جولة أمريكية كندية. بتوفيق جورج، ثانك يو كثير لك. يلا بشوفكم، باي، ثانك يو.